لا 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 يمكن يا استاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك انا لا يمكن اتفق مع حضرتك ابدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وانتم بتحتفلوا بتل ابيب وتقولوا لي ستر سوبر. يا استاذ مصطفى، انا صفيتي في شماعتي ماشي امر ناجي اطلع بالتلفزيون صريخ لهيوت تيغوفا من مسراتها حوتس، لتصريخ غم لقريش اتناجي عطلة من إسرائيل. زود حشب الله، حشب الله لمدينة إسرائيل وغم لعما أني بطوح أدوني. وقاعدين كمان بتسلموا على مجرم الحرب متخنين لدفارين حمورين مقد، مش ممكن ده. فأنو حيافين لفتوح ميد اتقوا شناجي عطلة. أنا أؤيد كلام الأستاذ فهمي 100%. شوف حضرتك، من حق الشارع المصري أن يعترض على إقامة الحفلة. ناجي بيه عطلة اللي بيتكلم ده يا ماما، ده كان القائد بتاعنا لما كنت في الجيش. واضح إنك بتحبه قوي يا زاهر. بحبه؟ إلا بحبه، الراجل ده صاحب فضل كبير قوي عليا، ده اللي غير مسار حياتي كلها. عاجبني كلامه قوي، باين عليه راجل دغري ما بيهزرش، ما بيهموش حد. اللي يقعد في وسطهم ويقول كلام زي ده يبقى راجل 10 على 10. لما دخلت الجيش كنت مرعوب، ما كنتش واخد على الحياه العسكريه خالص. قعدت 3 ايام ما اكلش من اكل الجيش. كل يوم الصبح اروح الكانتين اجيب باكو بسكوت وعليه طول اليوم. يا حبيبي يا ابني. رابع يوم بقى وقعت، ودوني المستشفى بتاعه القصاصين دي وعلقوا لي محاليل، ودخل عليا ناجي بيه قال لي انا هعمل لك محاكمه عسكريه، ده اضراب عن الطعام ودي جنايه عسكريه. وانا بتنفض من الرعب. وبعدين قعد جنبي وقال لي انت خريج ايه يا ابني؟ هندسه يا فندم. هندسه قسم ايه؟ قسم حاسب آلي يا فندم. يعني بتفهم في الكمبيوتر ولا على قدك؟ أنا أول دفعتي يا فندم. أول دفعتك؟ طب أنا هديك أجازة طويلة، تنزل تقعد مع أهلك لغاية آخر الشهر. أنا متشكر يا فندم، ربنا يخليك. بعد الأجازة ما تخلص تجيلي، هوزعك على فرع الحاسب الآلي والتكنولوجيا وتقضي مدتك كلها هناك. واللي اتعلمته في معهد الحاسب الآلي بتاع الجيش اكتر بكتير قوي من اللي اتعلمته في ال5 سنين بتوع كليه هندسه. كان اي كتاب جديد ينزل او اي بحث جديد يبعت لي ويقول لي خد ترجم ده. خرجت من الجيش لقيتني سابق كل زمايلي بمراحل، وهو اللي شغلني في الشركه اللي انا شغال فيها دلوقتي. ربنا يكرمه ويديله على قد اللي عمله معاك يا زاهر يا ابني. أولاً أحب أسلم على جمال بيك. أهلاً بيك يا ناجي بيه. أهلاً جمال باشا. والله من خلال معاشرتي لجمال بيه في الفترة القصيرة اللي قضاها معاك في الإمارات اكتشفت إنه شخصية محترمة. تهاني تهاني. أيوة تهاني، ده أنت لسه ما خلصتش. الراجل ده نعرفه كويس، ده ابويا، ده خيره عليا من ساس الراس. ناجي بيه عطا الله، انا ما شفتش رجوله وجدعانه كده في حياتي. وانا شفت بهدله ومرمطه غير لما بعدت عنه. طول ما كنت معاه كنت حاسس ان ليا ضهر. وبعدت عنه ليه؟ وهو موسى لما ساب الخدمه دول وظيفه كبيره في الخارجيه وراح اشتغل في السفاره المصريه في اسرائيل. لولا كده كان زماني لابت له وما كنت سبته ابدا. وكان ممكن تروح معاه اسرائيل يا تهاني؟ كنت روح مع جهنم الحمراء كمان. خدي 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 خدي. ايه الخربشه اللي في ايدك دي؟ ده سلطان كان بيهزر معايا كده. يا دي النيل على سلطان، هو انا ماليش غيره ولا ايه؟ انا ابتديت اغير منه. ايه يا تهامي ده؟ هتغير من حته اسد؟ بقول لك ايه، اسمعي، احنا اول ما هنتجوز هتسيب السيرك ده خالص وفهمي باباك الموضوع ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا تهامي؟ لا طبعا انا ما اقدرش. انت عارف كويس قوي يا تهامي ان دي حاجه بتجري في دمي، انا ورثها ابا عن جد. وبعدين بيني وبينك يا حبيبي، الاسود اللي مش عاجبينك دول ساعات بيبقوا احن من بني ادمين كتير قوي والله. هتقولي لي يا ابو
مؤاخذة بقى، ياما كنت أنا في السجن، ياما كنت في الحبس الانفرادي يعني، فقاعد بقى مقضيها تجرمة وقلة أدب، لغاية ما جالي في يوم زي ما تقول كده إيه خبر إن أمي هتاخد استمارة وتفلسع من الدنيا، أنا اتجننت. الله، أبقى محبوس يعني لا مؤاخذة وأمي تفلسع لوحدها؟ بقى دماغي عمالة تودي وتجيب ومش مستوعب. آه، بقيت عامل زي موتور المية اللي شغال والمية قاطعة. مين اللي هيجيب لأمي الكهف؟ مين اللي هيجيب لها المعددة عشان خط التصياطة وسط النسوان؟ قلت ما بدهاش، هبت مني بقى، قمت داخل براسي في الحيطة وقعدت اخبطها واقول يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايز ايه يا واد عبد الجليل؟ جرى ايه يا اما؟ الله، بحكي انا والرجاله. الله، انت رامي يا ولد معانا ولا ايه؟ خشي نامي يا اما، خشي نامي في ليلتك. مش هنام لما تطلع تتخمد انت كمان. طب يا اما، طب يا ام الغوالي، انا جايلك يا غاليه، خشي يلا حبيبي. لولا غلاوتك عندي اللي تتشك في مخنوقك اللي عليه. المهم يا جدع، منك ليه كنتكم في الكلام؟ لقيته داخل عليا الباشا اللي كان في التلفزيون، هو ده دي عشه ناجي بعطله. ما هو لا مؤاخصه ما كانتش تحصل حاجه في المنطقه اللي انا فيها الا لما كان يجي، ولما كانت تتشم الكلانيه بتاعته بس في المنطقه من بعيد على بعد 10 كيلو كانت الدنيا كلها تقف على رد. وعمل معاك ايه؟ استفتح كده يا معلم، ام مناولنا 4 في 4. 4 في 4 ايه؟ 4 في 4 اربع شلاليت على 4 بنيات مشكله. ساعتها اتكونت ارض وعرفت ان مفيش حاجه في الدنيا دي تنفع ابن ادم، لا خال ولا عم ولا حتى الام. المهم يا معلم، فتكوا في الكلام، هبت مني ما بقتش عارف اعمل ايه. الله، امي تموت وانا قاعد هنا محبوس. قعدت اصرخ تاني يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايزيني يا اما يا اما. فين بتنده عليا ليه؟ جرى ايه يا اما؟ في ايه؟ الله، ايه اللي جرى؟ انت هتطلع الواحد عن شعوره بره شعوره خالص كده ليه؟ الله، بطوح عينك انا والرجاله، مالك انت؟ ما تخش تنام يا اما في ليلتك بقى. الله، مش هتخمد الا لما تطلع تتخمد انت كمان. يا اما يا اما، بوس ايدك، انصرفي يا اما، انصرفي يا ام الغوالي وطلعلي. يلا حبيبي، يلا يا اما. الضربه في لسانك، بعد الشر بعد الشر. المهم، فوتك في الكلام، لقيتهم قاموا واخديني موديني على السكن بتاع الباشا. انا قلت خلاص هتعزق الطريحه التمام، لقيت الباشا قام داخل عليا وقام رامي في وش شوال وقال لي البس يالا. شوال ايه؟ شوال الرز اللي بيجينا بتاع التعيين. المهم، فتكم في الكلام، قمت لابس لمؤاخذه الشوال وقام هو رابط الفيونكه، وقمت انا متشال، حطني فين؟ الله اعلم. تقولش في عربيه، تقولش في شنطه عربيه، شويه كده ولقيت الشنطه اتفتحت والفيونكه اتفكت، وبضرب عيني كده لقيت نفسي قدام بيت امي عشان خاطر اطمن عليها قبل ما تموت. عليا النعمه رجوله يا عبد الجليل. الله، امال ايه دي عيشه؟ بقول لكم ناجي بعطله، في رجوله كده، في مجدعه كده. الله، الراجل ياخدني على مسؤوليته وفي عربيته ويجيبني هنا عشان اطمن على امي قبل ما تفلسع. ربنا يخليك لينا يا ناجي بيه عطا الله، والله يرحمك يا اما. ولا ايه يا رجاله؟ خير ساعة السفير. اتفضل يا نجمي. إدارة مصر في وزارة الخارجية الإسرائيلية هنا بعتين عايزين يقعدوا معاك. بخصوص إيه سيادتك؟ واضح إن تصريحاتك في البرنامج التلفزيوني ضايقتهم جدا. الحقيقة أنت زودتها شوية. آه، دول بيتلككوا بقى. أنا عارف الموضوع ده جاي منين. جاي من عندهم هم. من جوه. أنا عايزك تدير المسألة بشكل لائق. إحنا دبلوماسيين وعمرنا ما تصرفنا بشكل انفعالي. يعني هيتحقق معايا هنا أستاذ سفير ولا إيه؟ لا إطلاقا، ولا حد يجرؤ يقول كده. هم باعتين يقولوا إن في بعض الاستفسارات الخاصة بيك، عشان كده عايزين نتكلموا معاك. ازيك
زائف جدعون، مدير إدارة مصر في الوزارة. اتفضل مستر ناجي. في الحقيقة أنا عاوز أتعرف بسيادتك من زمان، بس الظروف بقى ما سمحتش. خير يا مستر زيف. أولاً لازم سيادتك تعرف إن إدارة مصر هي أهم إدارة عندنا في الوزارة، والسياسة الإسرائيلية يهمها بشكل كبير استمرار التعاون معاكو وتلطيف الأجواء دايماً. وإيه اللي عكر الأجواء يا سيد جدعون؟ يعني بعض العبارات اللي حضرتك قلتها في الحفل كانت قاسية وسابت ردود أفعال مش لطيفة في الجو العام. يا سيد جدعون، إحنا لو وقفنا البعض على الكلمة مش هنخلص. أجيب لك جمر وعبارات زي الزفت قالوها مسؤولين إسرائيليين عن مصر وبيقولوها كل يوم. أنا مش عاوز سيادتك تنفعل. أنا أصريت إن لقائي معاك يبقى ودي علشان أعبر لك عن وجهة نظر أكيد تهمك وتخليك كمان تكون أكثر حرصاً بعد كده في تصريحاتك. أنا عارف أنا بقول إيه كويس، أنا ما بهرتلش. عموماً الموضوع ده خلص خلاص، احنا عاوزين نتكلم معاك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ بس لو تسمح لي، في اتنين هينضموا لنا يشتركوا معنا في النقاش. مستر مشتيف باولا، مدير جهاز الامن العام. رافسي يوسي كارو من الامن العام، عارفه كويس. نجبك، نحن في عنا بعض الأسئلة والاستفسارات وحابين من سيادتك توضيح حولها. أسئلة؟ ومن إمتى الأمن العام بيحقق مع الدبلوماسيين؟ نحن بنعتذر نجبك، إحنا بدنا تفسير لشبكة العلاقات الكبيرة اللي أنت عاملها في تل أفيف. أنت بتسألني أنا؟ هذا راجل محبوب وليه شعبية كبيرة في وسط الناس، بتسألهم هم؟ ايه سبب ترددك على سوق الكرمل بشكل مريب؟ الله، انا راجل عازب وعايش لوحدي، لما احب اشتري خضار هشتريه منين؟ بالاجزخانه؟ دايما نشوفك واقف مع واحد اسمه مصعب ابو الجدايل، عنده كشك في السوق، ايش علاقتك فيه؟ انا ما اعرفش حد اسمه مصعب ابو الجدايل. واسمع بقى، انت جيت لي مره البيت الساعه 1 بالليل وكنت عايز تخش بالعافيه، وانا عديتها ما رضيتش عليها، لكن اقسم بديني انا افضحكم في وسط الدنيا كلها. واحترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. يوسي تشتطيك قال تدبر. انا بقدم اعتذاري للمره الثانيه نجيبك، وارجو انه تقبله. يوسي تعزوف اوتانو، تفضل. يلي صار كان مجرد دردشة وأنا ما حابب كثير إنه تنفعل. الصراحة وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. وإيه بقى هو السؤال إن شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي. وانتوا بأي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب أبدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي من البنك ده وهحولها البنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبل اللي أنتوا بتعملوه. مصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون ورا عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة.
ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعًا مستر ناجي أنت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان أجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي أجا خدهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم ألاقيها في أي وقت. مستر ناجي أنت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي أنت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف، أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمدوا أرصدتنا؟ لا ده نصايع أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين نجع طلع يا حرامية نصابين يا أولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش، أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بك المثل في الانضباط وضبط النفس، الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ سيادة السفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة، ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تدخل دبلوماسي ولا عايز السفارة تدافع عني، سيبني أنا والناس دي، أنا هعرف ألعبهم كويس. ناجي بيه، أنا يؤسفني أبلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. ماشي يا أستاذ السفير. تحب نحجز لك على طيارة النهاردة ولا بكرة الصبح؟ لا ولا النهاردة ولا بكرة، أنا قاعد هنا شوية هخلص شوية حاجات كده معاهم. هو مستر ناجي مش جاي النهاردة ولا يا مزراحي؟ لا جاي، بس هو النهاردة عنده جلسة في المحكمة والنهاردة هياخد حكم لصالحه. دي رابع جلسة بيحضرها وبيأجلوها، ما كنت تشوف له محامي عدل يا مزراحي؟ محامي عدل؟ مستر ناجي معاه أحسن محامي في تل أبيب، ديفيد مزراحي، درس قانون في فرنسا. غريبة، أنا عمري ما سمعت باسمه قبل كده. إيه؟ أنت مش هسمع اسمه قبل كده؟ ده أشهر أفوكاتو هنا، وبعدين ده يبقى ابن أخويا. ابن أخوك. مش كنت تقول كده من الصبح يا عم إلي؟ بس اهو ناجي بيوصل اهو. خير يا ناجي باشا، عملت ايه في المحكمة النهاردة؟ نقول مبروك. اتأجلت برضه. اسمع يا ناجي بيه، انا رأيي ان القضية دي ملهاش نهاية، وممكن تفضل قاعدة كده أكتر من 60 سنة من غير ما تتحل، وانت هتفضل رايح جاي كده من غير أي فايدة. الجماعة دول أساتذة في المماطلة والتسويف، قضيتك مش هتتحل بالشكل ده. ولا هتتحل إزاي؟ مفيش غير إنك تفضحهم. الإعلام دلوقتي أقوى سلطة في الدنيا كلها. نعمل لك مؤتمر صحفي كبير ونجيب لك وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية ونثبت للعالم كله إنهم لصوص وحرامية، ده اللي هيحرك القضية بتاعتك. أنت يعني شايف إن العالم كله عنده ضمير قوي يعني؟ ما الدنيا كلها عارفة البلاوي الزرع اللي بيعملوها، والإعلام عمال يلطم ويزعق ويصرخ، والعالم عامل ودنه من طين وودنه من عجين. أنت بتتكلم في إيه؟ وأصل الموضوع ده لازم يكبر وياخد صفة سياسية، مصر كمان لازم تتدخل وتضغط. يا عم سيب مصر في حالها، مصر مش ناقصانا انا كمان اصلا. طب وانت ناوي تعمل ايه يا ناجي بيه؟
مزراحي. بقول لك ايه يا مزراحي، هو رافي فين؟ بقاله مده مش باين. رافي دخلته مستشفى وعمل عمليه جراحيه في القلب. الله 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 الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وما حدش يقول لي؟ الله، ده كلام يا مزراحي؟ ما رضيتش اشغلك، انت كمان كان عندك مشاكل كتير. المهم هو صحته عامله ايه دلوقتي؟ اوعى يكون هيخلص، ده انا ليه عنده فلوس قد كده. لا ما تخافش. ما تخافش نجي بيه، البني ادم بيموت لكن الدين عمره ما بيموت. يعني هو دلوقتي في المستشفى ولا خرج؟ طمني. لا خرج وبقى تمام. امال ما بيجيش ليه؟ اصله ظروفه صعبه كتير نجي بيه، عليه ديون كتير لناس، وكمان في مشاكل مع روني ميتال السمسار. ليه؟ أخذ شيكات عليه وقدمها المحكمة. عارف نجيبيه كان رافي عندي في البيت وقعد يشتكي لي ويعيط بالدموع، ده خلاص حياته اتدمر خلاص. وروني يعمل كده ليه؟ أما الراجل ناقص صحيح، مش قادر يصبر على الراجل شوية؟ أهو جه على السيرة، ريتنا كنا افتكرنا ربع شيكل. ايه مستر ناجي؟ عمال اكلمك في التليفون كتير وانت ما بتردش. ما انا عامله سايلنت، مش عايز حد يكلمني. مش مخامز راح بسادر. روني، ايه اللي انت عملته في رافي ده؟ انت ليه واطي كده؟ انا بصراحه صبرت عليه كتير، صبرت عليه كتير قوي، مره واثنين وثلاثه، وانا عندي مصاريف. مصاريف ايه؟ انا عمري ما شفتك بتحط ايدك في جيبك يا راجل. أنا كمان واخد على خاطر منك كتير مستر ناجي. ليه؟ لما أنت ناوي تبيع الشقة تحتك تروح لحد تاني جروني وأنا أعرف من برا. تعرفت؟ لا، ما تجيش منك دي مستر ناجي أبداً. ما أنا لو كنت جيت لك كنت هتفطست في سعر الشقة، وأنا مش ناقص خسارة. كنت هشتري بالسعر اللي أنت تقول عليه. تعرف الشقة جايبة كام قبل ما نتكلم؟ عارف، بس دي مبالغات كتير قوي مستر ناجي. ساعة دفع الفلوس في أمور كتير قوي بتتغير. عشان كده بقى ما كنتش برد عليك في التليفون. أنا ما عنديش شقة تتباع. مستر ناجي، أنت ناوي ترجع مصر إمتى؟ بعد ما بيع الشقة على طول. خلاص، النهاردة بالليل هيكون عندك كل الفلوس كاش. دولارات وبالسعر اللي أنت عارفه. ما تقلبش دماغي بقى. أوكي، اللي تشوفه. اصحى فوق. سناجي، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ تعيا وتخش المستشفى وانا ما اعرفش؟ اعرف لما تخرج من المستشفى. وبعدين قطعت بينا مره واحده كده، انت زعلان مني في حاجه؟ انا حبيبك يا رافي. انا اسف سناجي، أنا بس مكسوف منك، أنت عمرك ما تخليت عني أبداً. يا راجل ما تقولش كده، إحنا ناس متحضرين،
نقدر برضو الظروف بعض. انت راجل كويس مش ناجي سي. انا جاي اسلم عليك، انا نازل مصر خلاص. سناجي انا عارف انت ليك فلوس كتير عندي، بس انا دلوقتي اوعى تكمل تعبيط ولا ايه؟ انت ما عرفتش انا عملت ايه في روني مثال. اسال مزراحي مرمطت به الارض. عايز يسجنك الحقير الواطي؟ وانا هتسجن خلاص مسيو ناجي. محامي قال لي مفيش امل، حاولت اخد سلفيه من البنك عشان اسدد، البنك مش عايز يديني. دي غور البنك باللي فيه لا يتحرق. تعرفت عامله معايا ايه؟ عارف سناجي؟ عرفت. عرفت مين اللي فقعني الاسفين ده وعمل الليله دي كلها؟ عارف سناجي. قريبه بتاع الشباك. بلاش نتكلم هنا مسيو ناجي، سيبه بلاي. فعلا تعال نكمل في البيت عشان نتكلم براحتنا. حتى الخمر هنا مغشوشه. حسام الصرافي خلي بقى على شانك. سلامتك بالروف. سلامتك حبيبي. تعالى يلا. شوف يا رافي يا اخويا، اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا دي ما يقعدش يحلم بيها، لازم يعملها على ايده، هاند ميد يعني. خلي بالك خلي بالك. يعني انا مثلا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ لان انا عارف ان مفيش ولا واحده في الدنيا تقدر تستحملني، ولا انا كمان اقدر استحمل اي واحده. انا عايشها لحظه بلحظه، بستطعم كل ثانيه في حياتي. الثانيه اللي بتروح ما بترجعش يا رافي، الثانيه اللي بتروح ما بترجعش. معك حق مسيو ناجي، معك حق. والله انت صعبان عليا يا اخي. شوف بقى لي كام سنه اعرفك، عمري ما شفتك مبسوط، عايش في غم على طول، ودي بتبقى حياه يا راجل. طب انا هقول لك على سر مسيو ناجي محدش بيعرفه. قول. انا لما دخلت المستشفى ما كانش عشان اعمل عمليه. انا انتحرت وهم حاولوا ينقذوني في اخر لحظه. الله، انتحرت؟ انت اتجننت يا راجل؟ انت تنتحر؟ ينعل ابو اللي زعلك. طب والست اللي معاك دي ذنبها ايه لما انت تنتحر وتسيبها لوحديها وهي بصراحه موزه؟ اللي هيقعد بقى يلغيها، اللي يقعد يبص لها بصه كده بصه كده. انا انتحرت عشان اسيبها مش لاقي. لا ده كلام كبير بقى، ده الموضوع عايز له قعده. ايه الموضوع؟ عيالت بتخوني يا مسيو ناجي. يا راجل بتخونك ايه؟ ما تبقاش شكاك كده، انت بتخرف ولا ايه؟ انا بخرفش مسيو ناجي، عيالت بتخوني هنا. هنا بتخونك في جيبك؟ بس بتخنصر فلوس من وراك يعني. ايه ده؟ ده دليل خيانتها بالصوت والصورة. انت هتطلعها كاميرات في كل حتة في البيت؟ كاميرات ايه مسيو ناجي؟ انا رافي دافيدوفيتش، واحد من اعظم ثلاثه في العالم في تطوير انظمه الانذار والمراقبه. الجهاز ده بيعمل باشعه كهرومغناطيسيه بتدخل اي مكان وبتسجل اي حاجه بالصوت والصوره. البتاع ده، البتاع الصغير ده، وده بيشتغل ازاي؟ قصدي يعني عايزين يشغله عشان نتفرج، عشان نتاكد كمان يعني. وقصدي لما بتاع صغار زي ده يعني يخرب بيوت لازم نبقى واثقين. لو كل زوج في اسرائيل معاه بتاع صغار زي ده اسرائيل كلها هتولع في بعض. انت مش مصدقني مسيو ناجي؟ فاكر ان انا بخرف سكران؟ لا 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 يا راف، انا مصدقك وكل حاجه، بس انا قصدي بص انا لازم اشوف عشان اتاكد. مش ممكن تكون مجبره؟ ممكن تكون مجبره على كده. هو مين اللي كان معاها؟ لا مؤاخذه في السؤال يعني. قريبها يوسي كرمي بتاع الشباك. يوسي كرمي الله يخرب بيته، ده مش عاتق. طب شغلهولنا كده. انا هوريك مشهد عشان تتاكد. ما نشوفه احسن على الشاشه الكبيره عشان تبقى كل حاجه واضحه وباينه. ها؟ لأن دي أعراض برضه.
قالت صحيح. مش قلت لك؟ استنى بس استنى نشوف نشوف ده بيبوس ايديها يعني مفيهاش حاجة. الله 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 الله. استنى بس مش جاهز سناجي من فضلك. استنى مش جاهز يكون جاي يقول لها كلمتين وماشي. هي اي نعم لابسه بتاع البيبي دول ده بس ممكن يكون من عجمه يعني دخل. الله 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 الله. يا حبيبي استنى لما نشوف مش يمكن تضربه بالقلم في الاخر. لا انا مش قادر بسرعك. انا مش قادر بعد كده. طيب سيب لي الحاجات دي وانا هبتاكد بنفسي بعد كده. ايه يا مستر رافي ما تعملش في نفسك كده. دوليه خاينه وراجل سافل تشوطه بجزمتك. انت بتحبها يا رافي؟ بتحبها. يبقى انت مالكش عيش في البلد دي. لازم تسافر. لازم تهاجر. يا ريت اقدر يا ريت اقدر. لا هتقدر. تعال قوم هات كاسه هنقعد انا وانت كده نلعب بوله حلوه وانا واثق انك انت هتكسب النهارده. لا اقعد هنا اقعد هنا. ايوه اشرب لك كاس كده. ها هروح كده واجي لك. الشيكات اللي عليك ليا دول يعملوا لهم حوالي 180,000 دولار. روني ميتال عرض عليا انهم ياخدهم مني ب 100,000 دولار بس انا ما رضيتش ابيعك لراجل حقير زي ده. شوف يا رافي الفلوس دي ممكن تحل لك مشاكلك كلها. تسدد الديون بتاع روني ميتال، تسدد فوائد القرض اللي انت واخده من البنك، والشيكات دي انا مش عايزها خليها لك. ايه رايك؟ مش كده تتحل كل مشاكلك وتسافر يسيب اسرائيل تطلع بره تبتدي حياه جديده تعيش الحياه اللي انت عايزها. سناجي انا مش مصدق اللي انا بسمعه. انت بتتكلم جد؟ انت عمرك شفتني بتكلم كلمتين؟ انا دايما اتكلم كلمه واحده. بس انت هتعمل معايا كده ليه طيب؟ شوف يا رافي انت هتاخد الحاجات دي كلها وانا هنقذك من السجن. مش طالب منك غير حاجه واحده، حاجه صغيره كده تحت امرك سناجي. اي حاجه. فلاشه. فلاشه بتاعت ايدي. فلاشه الصغيره اللي كانت معاك دي. انا عايز فلاشه عليها السيستم الامني اللي انت مصممه لبنك ليو مي. تبتدي تبقى فلوسي محبوسه جوه وانا بقى بره. دول الشيكات اللي عليك ليا دول يعملوا لهم حوالي 180,000 دولار. روني ميتال عرض عليا انهم ياخدهم مني ب 100,000 دولار بس انا ما رضيتش ابيعك لراجل حقير زي ده.
شوف يا رافي، الفلوس دي ممكن تحل لك مشاكلك كلها، تسدد الديون بتاع روني مثال، تسدد فوائد القرض اللي انت واخده من البنك، والشيكات دي انا مش عايزها، خليها لك. ايه رايك؟ مش كده تتحل كل مشاكلك وتسافر، تسيب اسرائيل، تطلع بره، تبتدي حياه جديده، تعيش الحياه اللي انت عايزها. سنجي انا مش مصدق اللي انا بسمعه، انت بتتكلم جد؟ انت عمرك شفتني بتكلم كلمتين؟ انا دايما اتكلم كلمه واحده. بس انت هتعمل معايا كده ليه طيب؟ شوف يا رافي، انت هتاخد الحاجات دي كلها وانا هنقذك من السجن. مش طالب منك غير حاجه واحده، حاجه صغيره كده. تحت امرك سنجي، اي حاجه. فلاشه. فلاشه بتاعت ايدي؟ فلاشه الصغيره اللي كانت معاك دي. أنا عايز فلاشة عليها السيستم الأمني اللي أنت مصممه لبنك لي أمي. يا بتك تبقى فلوسي محبوسة جوه وأنا بقى بره. أنت أكيد مجنون يا سيدي. أنا أعقل واحد ممكن تقابله. أنت عايز تسرق بنك لي أمي؟ أنت كده بتنتحر. ما أنت كنت عايز تنتحر وبلاش. دي فرصة ذهبية ليك. تهرب من الكآبة والاضطهاد اللي انت موجود فيه، وتاخد لك 2 مليون دولار وتطلع على بره تعيش ملك. هتدخل ازاي طيب؟ ادخل ازاي دي بتاعتنا. انا اللي عايزه منك تقول لي بعد ما ادخل امشي ازاي، اروح فين، وانت طبعا اللي مصمم السيستم الامني بتاع البنك، وانت الوحيد اللي ممكن تعطله. انا عايز عمليه هاديه نظيفه، ها، نخش ناخد الفلوس سكيتي ونخرج سكيتي. يا خيام النهارده يا جماعه احنا بنحتفل بأدون ناجي حفله وداع. أدون ناجي سيب تل ابيب ويرجع على كايرو علشان كده كله يسرب على حساب المحل. على فكرة العزومة دي تتحط في موسوعة جينيس. ليه مستر ناجي؟ دي حاجة بسيطة. أول مرة واحد يهودي يعزم حد على حاجة من أيام وعد بيلفور. لا خير. لا خير. أدون كارمي أفي لي خامشي وليشتوت تلي بيرا ما قول هاي عامل حفلة يا مصراحي؟ لا أدون ناجي مسافر النهاردة خلاص مش راجع وأصدقائه بيسلموا عليه مثل ما بيقولوا بالمصري في 60 داهية. أنا مش عارف أنت ليه مش يحب أدون ناجي؟ ده كويس كتير وحبوب خالص. مزراحي هات البيرة. اسمعوا الحكاية دي. واحد دمه تقيل وشعره أبيض، دمه تقيل قوي، نام على السرير وجنبيه موزة. الموزة بتخون جوزها وهو بيخون مراته. الموزة مش خايفة من جوزها وهو بيترعب من مراته. وفجأة مراته عملت له تليفون، قام زي ما يكون قرصته عقربة. ألو؟ أيوة أفندم؟ لا ده أنا في مأمورية، أنا في شغل. وراح حاطط التليفون وهوب حط التليفون من هنا وقطع شحن خالص. التليفون؟ لا، الراجل أبو دم تقيل وشعره أبيض. هتوحشني قوي قوي مستر ناجي. ما تعوقش علينا بقى. لا كلها كام يوم وهتلاقوني الطبيب عليكم.
اطلع المطار الرسمي. حسام المصري طبعا كلنا فاكرينه لما جاب ميدالية ذهبية في بطولة العالم العسكرية من 5 سنين وحتى من الرقم الدولي. ادي حيلك يا بطل، مصر كلها مستنيه الميداليه، الامل فيك يا كابتن، مصر كلها بتدعي لك يا حسام. الرقم الدولي 7 متر و60، ربنا ينصرك يا ابني وتعديها، دي اخر محاوله. ده بقى الكلام اللي مزعلك يا كابتن؟ ما يكتبوا اللي هم عايزينه. ايه يعني خسرت مرة ولا اتنين؟ يا ابني مفيش رياضي في الدنيا مارس الرياضة وما خسرش. هو في حد خد جوائز ولا عمل أرقام زي اللي أبوك عملها؟ ومين قالك بس يا بابا إن أنا زعلان؟ أنا أصلاً ما كنتش مركز ولا متدرب كويس. بصراحة بقى حق ربنا أنا أستحق إن أنا أخسر. برافو عليك. الاعتراف بالحق فضيلة. شكرا. وده بداية النجاح. ما دام عرفنا غلطنا يبقى لازم ننجح. قول لي بقى يا كابتن، ما بتتدربش ليه؟ عشان قرفان. الوسط الرياضي كله مش عاجبني. أنا حاسس إن إحنا بندم في مالطة ومحدش حاسس بينا. الناس كلها ما بتتكلمش غير في الكورة وبس. يعني عندك أنا مثلا يوم ما خدت بطولة العالم العسكرية ولا حد عبرني ولا سأله فيا. ويوم ما خسرت نازلين فيها تقطيع في الجرايد، ده يرضي حد؟ بصراحة يا بابا أنا تعبت خلاص. يا حسام يا ابني أنت خامة طيبة وجايب بطولة عالم قبل كده، لكن للأسف لما تقعد أكتر من شهر ما تجيش التدريب يبقى أنت كده بالطريقة دي بتغلط في حق نفسك وحق بلدك مصر اللي أنت بتلعب باسمها. أنا عندي مشاكل كتير يا كابتن، مش قادر أركز. غلط. الراجل الرياضي لازم ينسى كل مشاكله ويفكر في حاجة واحدة بس، إزاي يجيب ميدالية لبلده. عايز ننسى أبويا يا كابتن؟ أبويا اللي ما جاب ميداليات لمصر وفي الاخر قاعد عاجز على كرسي محدش بيسال فيه. طب انتوا نسيتوه، عايزني انا كمان انساه؟ الحقيقه يا حسام يا ابني محدش هيقدر ينسى الكابتن حمدي المصري، لان اللي عمله الراجل دوت محدش قدر يعمله. انما هنقول ايه؟ العين بصيره واليد قصيره، والعمليه اللي لازم يعملها الكابتن حمدي للاسف هتتكلف اكتر من 450,000 جنيه.
وميزانية الاتحاد كلها ملاليم. يا ابني أنا آسف إن أقول لك إحنا بنغزل برجل حمار. يعني أنتوا عايزيني أجري ونط وأجيب ميدالية وأنا أبويا مش قادر يتحرك؟ طب اسمع يا حسام، أنا جاتلي فكرة. في راجل أعمال اسمه عبد اللطيف حجاج، تسمع عنه؟ اه طبعا اعرفه، ده صاحب مصانع بسكوت متهيألي. مش ده اللي جاب عربيه لكل لعيب في منتخب مصر بتاع الكوره؟ ايوه هو ده بالظبط. الحقيقه الراجل ده بيحب الرياضه جدا ومهتم بالشباب الموهوبين اللي زيك. كل اللي اقدر اعمله حسام ان انا اكلمه وانت تروح له، واكيد اكيد هو هيعمل العمليه دي لوالدك على حسابه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حسام المصري. تفضل. شكرا. تفضل يا كابتن. باشا هقابلك حالا، تشرب حاجة؟ لا والله متشكر ومش عايز حاجة. طب عايز ايه؟ اتفضل يا كابتن. الكابتن عايز كام؟ 5 مليون جنيه. طب والنادي عايز يدفع كام؟ 1.5 مليون. بسيطة يا أخي، أنا أدفع الفرق ده، المهم إن هما ما ياخدوهوش. أستاذ ورئيس قسم. يلا يلا امضوا معاه وخلصوا وابعتهولي هنا وأنا هديله فلوسي كاش. سلام. أها اهو الايه عايزين ياخدوه. والله يا ريس انت بتعمل المعجزات. ولسه قول لي عملت ايه مع الكابتن شريف حسني؟ جبت له العربيه اللي هو عايزها. وصلت يا باشا وبيلف بيها جماعه الدول العربيه. خليه يلف ويتبسط، اصل انا ده بلعبه على الهادي، عايزين نضمه لينا هو راخر. استاذ ورئيس قسم. بص يا ابني، انا راجل ماليش في النسوان ولا في الخمره ولا في اي كيف، انا كيفي الرياضة بس. مصر كلها عارفة ان انت رجل البر والتقوى يا باشا. مين الاخ ده؟ ده حسام المصري. بتاع ايه؟ اللي بعته فتح بيه. بتاع ايه فتح بيه ده؟ رئيس اتحاد العاب القوة. افتكرت. ايوه يا حبيبي، بتلعب ايه؟ انا بلعب وزب طويل. وزب طويل؟ هو واقف هنا بيرجع لورا يجري لغايه هنا وينط له كم متر كده. وزي ما تقطع بقى ينط 15 16 متر يقيسه ويديله الدرجه. استاذ ورئيس قسم. اصل انا بقى مخ رياضي قوي. انا كنت في امريكا ورحت اتفرج على ماتش اسمه الراجبي، لقيت لعيبه ماسكه عصيان وبيجروا على بعض وبيضربوا بعض وتشقلبوا على بعض. في الاول قلت تشغب ملاعب، اتضح انها اللعبة الشعبية عندكم. طلباتك ايه؟ انا ماليش طلبات يا عبد اللطيف. ايه؟ انا اصل والدي يبقى كابتن حمدي المصري. بتاع ايه؟ ده بطل مصر السابق في الوزب العالي بالزانة. الوزب العالي بالزانة؟ الوزب العالي بالزانة اللي هي العصاية الطويلة دي وبيجري ويروح حاططها في الارض ونطت فوق. عارفها. ايه يا ابن حكاية؟ انتوا عيلة غاوية نط ولا ايه؟ طلباتك ايه؟ اصل انا والدي كان اتصاب وهو بيتمرن، وبعيد عن سيادتك يعني جاله شلل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عايز كرسي؟ عندنا كراسي؟ كراسي كتير يا باشا. لا لا أنا ما مش عايز كرسي ولا حاجة. أصله في دكتور في ألمانيا كان شافه وقال إن هو ممكن يعمل عملية ويرجع يمشي تاني. والعملية دي هتتكلف كام؟ هتتكلف 450 ألف جنيه، ده غير تكاليف الإقامة والسفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية يا ابني لحسن أنا قلبي رهيف ودمعتي قريبة. اتفضل. دول 1500 جنيه. لف لك لفة على رجال الأعمال وكل واحد يديك اللي في نيته وأنت ونصيبك. كتر خيرك. هو ده ليه الواد ده؟ ده جزائي ان انا عايز اساعده؟ صحيح خير ان تفعل شر ان تفعل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش حد تاني من العاب القوه دي خالص. انت قلت لي كان بيلعب ايه؟ وثب طويل. اتنيل على عينه، ده باين عليه خايف. انا هرشه من مشيئته. استاذ ورئيس قسم. 2009 واللي هتفضل محفوره في ذاكره الناس على مستوياتها العادية وليس على المستوى السياسي في البيوت العادية. تحول مرض بسيط جدا في جميع أنحاء العالم إلى هاجس أكبر في حياتنا اللي هو إنفلونزا الخنازير. أحداث زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. تحول حلم الوصول لكأس العالم لحلم قومي بابا. مهم في جميع أنحاء العالم كبيرة جدا. أبو كباتة. أيوة يا حبيبي. يلا ندخل الأوضة عشان تنام. ماشي. يلا يلا. لمس كل اعراض 2009 ازاي ونرجع نسال عنها الدكتور احمد. الدنيا زمان كنت انا اللي بشيلك، دلوقتي انت اللي بتشيلني يا حبيبي. طول عمرك شايلني يا ابو كباتن. عايز حاجه مني قبل ما انام؟ ربنا ما يحرمنيش منك. تصبح على خير. وانت من اهل حبيبي. طول عمري وانا بحب الرياضة. انا كنت رياضي قديم علشان كده لما كبرت قلت اساعد الرياضة والرياضيين اللي بيرفعوا اسم مصر لفوق. عشان كده اعتبروني الاب الروحي للرياضة في مصر. بس عبد اللطيف بيه، يعني بعض النقاد بيقولوا ان اهتماماتك في كرة القدم بس واهتماماتك ببقية الالعاب شبه منعدمة. لا لا الكلام ده فيه مغالطة. مفيش بطولة ولا نصر يجي لمصر إلا وأنا بدعمه. جميع الألعاب، عندك الجودو، الكاراتيه، الفولي، الباسكت، السلة. بس حضرتك معلوماتنا إن الباسكت هو السلة. طب يا سيدي عندك كابتن أهو رئيس اتحاد الألعاب والقوة، عنده ظروف لاعب كده، عنده ظروف خاصة بيلعب في لعبة لعبة إيه يا أبو كباتن؟ بيلعب في الوثب الطويل يا عبد اللطيف بيه. آه في الوثب الطويل. جالي الولد ده وقعد قدامي وحكى لي على ظروفه. اتضح ان والده عايز يعمل عمليه في المانيا. قلت له تتكلف كام يا ولد؟ قال لي كذا. قمت عامل له شيك على طول بالدهور. امال ايه؟ لازم نقف جنب الابطال بتوعنا وما نتخلاش عنهم ابدا. ربنا يبارك لك يا عبد اللطيف. وغيره وغيره وغيره. ما استحق ان يعيش من يولد لنفسه فقط. ومعانا اتصال تليفوني. الو انا احمد حجازي من الوراق. مساء الخير يا استاذ احمد، اتفضل. انا عايز اقول كلمه حق بس يا ريت تديني فرصتي. الراجل ده عبد اللطيف بيه انا لا اعرفه ولا عمري شفته ولا عايز منه حاجه ولا ليه مصلحه. الراجل ده عمل للرياضه وللرياضيين اللي محدش عمله. الراجل ده بقى فاتح بيوت ناس غلابه كتير محدش حاسس بيهم ولا معبرهم. كفايه كفايه من فضلك ما تضيعش الثواب بقى. لا
لا سيبني اتكلم. انا لو قعدت احكي من هنا للصبح مش هوفيك حقك يا استاذ. انت راجل ولا كل الرجال؟ انت المفروض يتعمل لك تمثال ويكتر من امثالك يا استاذ. كفايه من فضلك اقطع الخط عليك، كفايه كده قوي. اذا كنت انا ساعدت حد والحد اللي انا ساعده ده يسعد 85 مليون مواطن مصري، ما فيهاش حاجه، حاجه ما تستاهلش اي حاجه. شكرا استاذ احمد، وناخد بقى اتصال هاتفي تاني. انا حسام المصري، بطل بطوله العالم العسكريه للوثب الطويل، وانا متصل مخصوص عشان اقول لكم كفايه كدب بقى، كفايه ضحك على عقول الناس. الراجل اللي قاعد قدامك ده وعمالين تطبلوا له ومطلعينه السما راجل حقير وكذاب. احب افكرك بنفسي، انا لاعب الوثب الطويل اللي جيت لك المكتب النهارده، اللي رئيس الاتحاد كان بعتني ليك، وعملتني كاني شحات جاي اخد منك حسنه، وما اديتنيش اي حاجه، وانا اصلا ما كنتش طالب حاجه لنفسي. انا كنت رايح له عشان اطلب منه يساهم في عمليه لازم تتعمل لابويا، كابتن حمدي المصري بطل مصر السابق، العمليه اللي لازم يعملها عشان يقدر يرجع يمشي على رجليه تاني. ثانيه واحده كابتن حسام. كذاب ده، كذاب ده، انسان مدسوس حد ده فعله فلوس عشان يشوحني قدام الناس دي كلها. كذاب كذاب، صفيق 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 صفيق. ازاي الواد ده دخل بلادك؟ ليه سبتوه يتكلم؟ يا باشا انا بعد ما كلمتك سبت الكنترول ونزلت عشان اشوف الكلام عجبك ولا لا؟ بلا عجب دي بلا لينا، فين المحب؟ فين المخرج؟ يا عبد اللطيف ايه؟ الولد اتصل وقال انه مدين ليك بجميل وعايز يشكرك على الهوا، احنا قلنا نعمله مفاجأة حلوة لسعادتك، ما كناش نعرف انه انه قابض فلوس عشان يشتمني، انه قابض فلوس عشان يشوه صورتي قدام الناس، ده تعريض. يا عبد اللطيف ايه؟ يا عبد اللطيف ايه؟ انت حسام المصري؟ ايوه انا حسام. طب تعالى عايزينك. ما مين دول اللي عايزيني؟ حلفني السمر على الباب. في ايه؟ تقعد عامل لي جريء قوي وتتطول على سيادتك وتشتم الباشا يرحمك. مسكتش وحطيت لسانك جوه بوقك هقعدك على الكرسي جنب ابوك يا حبيبي. من فضلك لو سمعت الكابتن حسام المصري ساكن فني دور، هتلاقيه على السلم مستنيك. مستنيني على السلم ازاي يعني؟ يا ياد مالك، الله يخرب بيتك، انت جننت ولا ايه؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. ازيك يا حسام؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. الف اهلا وسهلا. معاذ الله يا باشا، انا مش مصدق نفسي، انا حاسس ان انا بحلم والله يا باشا. اتفضل. لما انت كنت نايم على السلم كده ليه؟ لا مفيش، ده وانا واقف بره دخت فوقعت على الارض. دخت؟ دخت ايه؟ ده انت مش شلفط. في حد كان بيضربك؟ حسام يا حسام، انت رحت فين يا ابني؟ انا عمال ادور عليك. ايه ده؟ كابتن حمدي. ناجي باشا، معقولة؟ خطوة عزيزة، يا اهلا وسهلا. انت ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا ابو الكباتن؟ والله يا باشا انا وحسام ابني في سيرتك على طول، بيقول لي الراجل ده انا عمري ما شفت زيه في حياتي، هو اللي رجع لي ثقتي بنفسي وهو اللي خلاني اخد الميداليه الذهبيه. ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط. ده لينا الشرف يا ناجي باشا. مش هتفطرنا ولا ايه؟ روح اعمل لي الشطول بالقطه وحته جبنه، عايز افطر مع الكابتن حمدي. من عينيا يا باشا. ايه ده؟ مالك يا حسام يا ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق.
بيتخانق مع مين؟ أصل أنا كنت طالع على السلم فلقيته بيتخانقوا مع بعض، ضرب وشلاليت ودماغات وبنيات، قطعوا جابوا على الأرض. قطع مين وجاب مين على الأرض؟ الضرب زين. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك. ها؟ مش فارق معايا ان انا اتضربت. انت شفت ابويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمله العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده، احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ وصعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطوله يا باشا؟ هي بطولة خاصة، أهم من أي بطولة أنت دخلتها قبل كده، بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير. وأنا تحت أمر سيادتك. طيب، أنت بكرة هتيجي معايا شرم الشيخ، هعد عليك الساعة 6 الصبح تبقى جاهز بشنطتك. وإحنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير، ركز في النط اللي أنت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. Don't be worried, sir. Your wife was the best diver here. I don't care if she'd be the best diver in the world. She's been gone nearly 5 hours now, and she should be back here. She's got to phone me or something like this. Something's not right, you know? Worry, it's definitely not right, you know? Ah, ma laqtuhomsh bardo? Khadha wa rah fin ibn al majnuna da? Hoy ma a'rafsh di tibqa mrat min? Da jouza mumkin yaqfil lana al-hotel. ده عضو الكونجرس الامريكي ومراته السؤاليه يا محسن باشا كمان. الله يخرب بيتك يا ابراهيم، يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايوه أصفر. انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا ريس؟ تحت المايه. تحت المايه 5 ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي، ده كتب لها عمر جديد والمصحف. اصلها فيصت مني تحت المايه وقعدت اعمل لها تنفس صناعي، الروح ردت فيها في اخر ثانيه. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا ريس، اصل المدام غاويه قراميط، كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المايه تتهبل. الزار ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل، امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايوه اصفر وهي نازله الميه.
المايو اللي كانت لابسها راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه. يا ابراهيم، ابراهيم ما تصحش علينا يا ابراهيم. الست كانت لابسه مايو قطعه واحده، ده قطعتين. مش احسن ما انزل لكم بقطعتين واطلع بقطعه؟ الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ابراهيم. ده جوزها عضو الكونجرس الامريكي. يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغل كده؟ يعني انت هتغير على مرات عضو الكونجرس اكتر من عضو الكونجرس نفسه؟ طب بص الراجل حاضن مراته ازاي؟ الراجل واثق في نفسه وواثق في مراته، ودي الحاجه اللي مش موجوده ما بيننا يا باشا، الثقه. This here. Here. Get it. امسك دي. تعمل ايه يا ابراهيم؟ خد يا فوزي. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ ده النيلة الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟ هاتي خوتي يا فوز. الولايه نازله معاك بمايوها اصفر، تطلعها بمايوها ازرق يعني تيجي ازاي؟ ده النيلة الصوت يا عم كان ازرق. ازيك يا دي ابراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين؟ كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله أنت منور شرم. حسام المصري. إبراهيم. إيه يا راجل والنبي النطة اللي أنت نطيتها في الأولمبياد دي؟ ده أنت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض، انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه، والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو، هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكوا. انا الحق عليا اللي فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايزه رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه نور. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. Yeah,
قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزني فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا، اظن بعد اللي حصل ده مش هيتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسحي كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك، احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثة نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه بامتياز. طيب ما تعينتش مواد ليه؟ عشان في شومه واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها وعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على أمن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي أنت تنفس صناعي يا إبراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي وان تو ثري فور فايف سكس سيف ايت ناين جو لاست وان. اوكي اوكي انا شايف تحسن بس احنا ماشيين ببطء شويه، كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قول لي انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم كيلو؟ كيلو. وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف هو اللي بيتحط قدام البزيحه. لا طالما كده بقى الف هنا والشفا ومطرح ما يسر يمر ابو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتولي في الجيم هنا لمده 2 اسبوع وانا هرجعهولك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهامي في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوف بيه. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3-4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش التلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح.
وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت يا رؤوف بيه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده. بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه؟ احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك، انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا، هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشه من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي، انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسه ما نقدرش نعملها. ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسه، وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبة يا نوسة كنت انت اللي جايبها على حسابك. انا مستاهلكيش، انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هتلا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهامي؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدل 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت. قول يا تهامي. تهامي انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي، بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفة؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفة؟ 2 كيلو نيفة تاني وحياتك. كل يا تهامي كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟
مراود اسود. ايه؟ مراود اسود. مراود اسود، اه. يصعب مرة منك يروح لسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مراودة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في أقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الأول الهباب اللي أنت حبيبته ده. نصلحه؟ بس إزاي يا باشا؟ ناجي عطلة عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجية السابقة برضه. أهلا يا فندم. أهلا. اتفضل سعادتك. اتفضل. اتفضل. إيه يا واد مالك واقف زلابة كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تتكسفش، اقعد. شوف يا ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسه بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده في رضاني لبنات الناس من غير ما يرجع لي، ما انا زي ابوه، انا اللي مربيه. ما هو اصل يا ناجي باشا اخرس خالص. اخرس. ايوه بنوسة. شوف يا ناجي بيه، توامي لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا، وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. بكلمنا انا بنوسة، سيبك منه، ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني الوقت الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه يا بنوسه. المهر بقى ادونا فرصه شهر، يعني شهر مش اكتر، وهندفع لكم اللي انتوا عايزينه. عدينا العيب. مش مساله فلوس والله يا ناجي بيه. ما انا عارف، انا عارف، بس الحاجات دي اصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. ها؟ وانا ما اقدرش ارد لك كلمه، كفايه دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ يا سلطان تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو اهو. ده عمره ما هيفلح. انا قلت لك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه. قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك. لو كان ابني كنت كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا مساي، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح في ايه؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني؟ على طول كده؟ انت بتشتغلني؟ من كتر الشغل ما مقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عمك خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك؟ يعني في مقام ابوك؟ لا يا ماما، انا مفيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح رضي بكلمتين، يا واد ده حارق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلى على النبي يا مساء. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه.
انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. هم تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطلة، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه، ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطلة ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس، وفي عمولة كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطله ده راجل مضمون اكتر من الجنيه الذهب، ما تقلقش انت. سأل عليا. ايوه يا فندم، جمال بيسأل على حضرتك ومستنى حضرتك في الكوفي شوب. شكرا. بذمتك مش حاجه تضحك يا جمال باشا، يعني انت تطلعوك من الشغل ويحققوا معاك عشان ما رضيتش تسلم على الاسرائيليين وتحط ايدك في ايديهم، وانا تطلعوني من الشغل عشان قربت من الاسرائيليين وصاحبتهم. طب هم عايزين ايه؟ بس انا بيني وبينك مش زعلان ان انا خرجت من الخدمه، بالعكس انا حاسس ان انا عملت اللي انا مقتنع بيه وبنام نوم عميق جدا، بحس كده ان انا محترم نفسي. طب ناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين؟ في قناه فضائيه خاصه كلموني عشان اقدم لهم برنامج تلفزيوني، وانا بفكر. بتفكر ليه؟ انا اسمع انهم بيدفعوا كويس. ايوه انا عارف، بس عشان مختلفين على السقف. بس سقف؟ هو الاستوديو من غير سقف؟ طب وهتعملوا ايه لو المطره نزلت؟ مطره ايه بس ناجي بيه؟ احنا مختلفين على سقف الحريه. اه سقف الحريه. السلام عليكم. اهلا سراج باشا الكاتب الكبير. ازيك يا ناجي باشا؟ ازيك؟ ازيك يا استاذ كمال؟ والله ليك وحشة يا ناجي باشا. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ أنا جاي أقابل جمال بيه. يبقى أنت بقى اللي هتعدل له البرنامج بتاعه. ما الصحفيين دلوقتي سابوا الجرايد وجريوا على التلفزيون، فلوسه حلوة. والله أنا ما سبت الجرايد يا سيدي، الجرايد هي اللي سابتني. إيه ده؟ أنت سبت الجورنال؟ نقابة الصحفيين اكتشفت فجأة إني بروح إسرائيل بقالي 20 سنة. مع اني بنشر كل التحقيقات اللي بعملها في الجورنال باسمي وصورتي ومن تل أبيب. واحد طلع في قناه فضائيه قعد يشتمني ويهاجمني، راحوا محولني للتحقيق وبقت قضيه. يعني احنا الثلاثه مرفوضين وكل واحد لسبب غير التاني. الباشا عشان وطني وبيشتمه، وانا عشان قربت منهم وصاحبتهم، وانت عشان قعدت معاهم وكتبت عنهم. الزهر اسرائيل دي باين عليها نحس ولا ايه؟ والله صحيح. ما قلتليش يا ناجي بيه، حضرتك لما كلمتني في التليفون قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه قوي. خير؟ اؤمر. لا بس كنت عايز اسالك، انت تعرف المستشار الطبي بتاعنا في المانيا؟ لا معرفوش، بس اعرف المستشار الاعلامي، ده دفعتي وصاحبي جدا. طب كويس قوي، يبقى هو ممكن يكلمهن. بخصوص ايه؟ وده احنا يا عم كلمنا لك المستشار الطبي وهو حجز لك عند الدكتور الالماني، وان شاء الله بعد شهر العمليه هتكون معموله. ناجي باشا سيادتك بتتكلم بجد؟ هو انا من امتى كنت بهزر يا انت؟ ربنا يخليك ليا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت مالك كده؟ ده حاجات بيني وبين ابوك. لكن مصاريف العمليه كتير قوي يا ناجي بيه، مين اللي هيدفعها؟ احنا دفعنا عربون 10% عشان جديه الحجز، وان شاء الله لما الشهر يعدي ويجي ميعاد العمليه حلها ألف حلال. لا 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 يا ناجي بيه، ده كتير قوي، وحنرد لك منين ده كله؟ ومين قال لك إن أنا هدفع حاجة من جيبي؟ الله، أمال مين اللي هيدفع؟ ابنك هو اللي هيدفع.
ربنا يخليه لك ابنك وهو اولى. انا اللي هدفع باشا، انا على الحديده. انت مش بتشتغل معايا واد انت، ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ اه باشا اتفقنا، بس شغلانه ايه اللي هجيب نص مليون جنيه في شهر؟ في شغلانات كتير بيجيب اكتر من كده، المهم الواحد يركز في الشغل. ولا يا ابو الكباتن؟ ما تفهم بقى يا حسام يا ابني، ناجي بيه متعاطف معانا وعايز يساعدنا، لكن عشان راجل محترم مش عايز يحسسنا بكده. لا يا ابو الكباتن، حسام له شغل معايا. حسام هو جدع وراجل ويعتمد عليه. طب هو ما قالكش عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه راسه. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب بمظاهره وبعتين لحد من امن الدوله. لا لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. اه معقول معقول برضه، ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشة، الشركة نورت، الشركة كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك، الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال، ماشي؟ ماشي ماشي؟ ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا؟ تتعامل ايه؟ انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعادة الباشا، الحمد لله، أنا والله قضيت الخدمة العسكرية وخدت شهادة الإعفاء، خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما اتخلفتش ولا مره، حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حاكله عليها، انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا، هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني. يا باشا انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه، كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك ابوس ايدك والنبي يا باشا، انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل، انا جاي لك عشان تشتغل معانا يا باشا. انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. اه ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركة كمبيوتر يا فندم؟ أنا هفتح بس مش شركة كمبيوتر. أمال شركة إيه؟ مالكش دعوة، أنت ما تسألش. يا ولاد مش أنتوا بتشتغلوا معايا؟ أيوة يا باشا. عمركوا سألتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسأل سيادتك، دي أسرار عسكرية. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا إبراهيم هرمي نفسي على طول. يا أخويا ما أنت ما هتصدق، ما أنت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا أرد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعال معانا يا زاهر، احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها ربنا يعز بقدرك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا.
سيدي. عليا النعمة يا باشا إن نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بإيدي. طول عمرك معفن ودني. أنا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعمية برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر. فندم. عندكم لحمة ولا أنتم قاطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الأفندي ده 2 كيلو لحمة مشويين. ها؟ أصل هو ما بيحبش الأزازة، بيحب الهوبر. حاضر يا فندم. يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم أنا مش همد إيدي على الأكل قبل حضرتك يعني. لا أنا مش هاكل. أنا جايبكم عشان أتكلم معاكم وأنتوا بتاكلوا. بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي أنا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد إذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. أيوه الكبيرة دي. ماشي. ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي أنا عايز إيه يا دكتور؟ أنت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما أنا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فترة يعني. دول إسرائيليين. إيه يا باشا؟ أنت هتفضحنا ولا إيه؟ ما تخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي، ده أنا مرة خدتهم وغطست بيهم تحت المية، وقعدت أفرجهم على الشعب المرجانية مرجانة مرجانة لما اتقطع نفسي، في الآخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5. عالم جلدة. جلدة إيه وزفت إيه؟ أنت بني آدم أنت ما عندكش دم. واخد الإسرائيليين تفسحهم تحت المية يا خاين يا عديم الوطنية يا عميل. الله الله الله. أو اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. أكل العيش، أعمل إيه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي أنا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر أنت؟ لما طلع من جيبهم $5 أبقى أنا الكسبان. ولا أنت إيه رأيك يا باشا؟ أنت إيه رأيك يا زاهر؟ لا والله أنا ناجي بيه ما بحبش. معلش ممكن أرد على التليفون؟ أيوة كريم. إيه؟ مالك مالك؟ اسم ايه؟ ليه؟ طب طب اهدى 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 انا هاجي انا هاجي. معلش انا جيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمة يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنة هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك مسكتهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم. المساله بقت عاديه جدا. بشعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زي الأمة بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. الله. بقول لك إيه؟ أنا كلمتي على رقبتي. الكلمة اللي أنا أقولها بنفذها أحسن من أي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟ استاذ؟ شكرا. ايه بقى؟ انت بتقول ايه بقى؟ على مشوار. مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيعة عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوصب الطويل. يا نهار اسود يا نهار اسود العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني.
انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقالي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. الله ما تهمل. معلش يا راجل، ايه حقك عليا انا؟ كريم اخويا اصلا متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه، بعد اذنك. خد يا كريم، يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن، العيال زمان مش هيطبوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا ناجي. معرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدام الاسم. اسم إيه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في إيه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها.